لمن يزيد خريشي. هو نادي تأسس في الأردن من خريجي المدارس الفاضلية لمحاولتهم أو مشروع عمل دعم ومساندة أهلهم وشعبهم من خلال الطلاب المتفوقين، وليكون هذا دين في أعناقهم لاستمرار المسيرة وتقديم العمل للجيل القادم، وأعطاهم درس أنه يعني خريجين مدارس فاضلية وأبناء شعبنا لن يتخلوا عن شعبهم وسيدعموهم ويستمروا في دعمهم. نحن سعداء أن نلتقي سفير نادي خريجي الفاضلية دكتور أكرم جراب من أجل توزيع منحة الخريجين لطلب 57 طالب وطالبة في الفاضلية والعدوية. طبعا حقيقة فكرة إنشاء نادي خريجي الفاضلية هي فكرة طموحة وبتنم عن رؤية ثاقبة، لأنها بتجسد أجمل معاني الوفاء والعرفان لمدرسة قدمت لهؤلاء الخريجين الكثير، فهم يحسوا يظلوا يحسوا أنه من باب الإحساس بالواجب تجاه هاي المدرسة اللي زرعت فيهم، ليس فقط قدمت لهم المعارف العلمية وزودتهم بالخبرات وسلحتهم بالعلم، بل زرعت فيهم القيم النبيلة، قيم الوفاء، قيم العطاء، قيم الانتماء للوطن.